في جامعة زاخو عقدت كلية الطب مؤتمرها العلمي الأول، وذلك تحت عنوان كلية الطب في خدمة المجتمع، والذي حضره عدد من المختصين في المجال الطبي من محافظة دهوك ومدينة زاخو. كلية الطب جامعة زاخو تحت عنوان كليات الطب في خدمة المجتمع، لدينا ثلاثة أهداف رئيسية من هذا المؤتمر. الهدف الأول هو تثقيف الأطباء بالمشاكل الصحية الموجودة في المجتمع وخطوات حلها. الهدف الثاني هو إعلان نتائج بعض البحوث التي تمت في محافظة دهوك وفي زاخو، وخصوصا بحوث القلب، وأظهرت النتائج بأن أمراض القلب تحدث حاليا في الفئات الشبابية. والهدف الثالث هو تنشيط السياحة في زاخو. يتكون الكونفرنس المؤتمر من 4 أيام، وسينتهي المؤتمر بفيستيفال في داخل مدينة زاخو لتوعية الناس بهذه الأمراض والمشاكل الصحية الموجودة في المجتمع. طبعا مبارك لجامعة زاخو كلية الطب في زاخو على هذا المؤتمر. أهمية هذا المؤتمر أولا يعني عرض آخر التطورات الطبية والبحوث في هذا المجال في أمراض القلب، وثانيا لتوعية الناس عن خطورة وأهمية أمراض القلب في زاخو. نتمنى النجاح للمؤتمر والقائمين